مساكم الله بالخير. هنا بفيديو ثاني في قناة The Bloosh. هالمرة مو The Bloosh Talks ولا بلوج. هالمرة فيديو فكرته جديدة نوعا ما وقلت بجربها معاكم نشوف تعجبكم ما تعجبكم. بعدها بلغونا عاد في الكومنتات اذا تبون نسوي نفس هالسلسلة هذه. ببساطة شديدة في برنامج جديد هابين فيه هالايام هذا اسمه تيك توك اتوقع سامعين فيه. فالناس يقعدون يسوون فيديوهات الفيديو العبيط الفيديو اللي يضحك الفيديو اللي ما ادري شنو. فانا راح اطالع فيديوهات جديدة لاول مرة وراح تشوفون ردة فعلي على هذه الفيديوهات. والفيديو اللي عجبني راح اسوي له كذي. يلا نبلش. هاي بنات تسجيل دخول تسجيل دخول مزعلت شوف هذا اللي بعده. Not bad, good, yeah, is it? آثار الدراسة. اه اللي خطفيه. اه عجبتني اخر حركه شنو هذا؟ اوف اوف والله قوي الترانزيشنز تبي الحركات. بعد نفس الغنية سالفتها. اللي بعد خلاص نفس هذا نفس البنت كلها اغاني موضوع التيك توك ولا شنو؟ ما فهمت ولا شيء من الأغنية بس أوكي. وين الحنطاوية الموضوع؟ شراك الكبير. أوه الأغنية هذه قريبة. لابك من مزعلك مجروحة سبونج بوب خانها خانك حبيبي وانا قلت سبونج بوب. الشعب كله مجروح يا جماعة شو السالفة؟ يا جماعة ايش فيكم؟ كلكم مجروحين؟ كلكم مجروحين ايش دعوه كابتن؟ من اللي جارحكم؟ زين اذا كلكم مجروحين منو اللي جرح؟ يعني كلكم مجروحين في احد جرح منو جرح؟ ما ادري بقى. المهم نكمل. تميلح الوضع فل تميلح. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكلي أول ما أطلع من الحلاق وعجبتني قصة جاري. أهم شيء البوسة على الماشي. أتعوب على البوسة على الماشي. إذا تكفى أعطوني لايك على الماشي يعني أستاهل على الأقل. ممكن بقلبك أصير
خلينا نحول على تيك توك الاجانب، خلينا نشوف يمكن احسن. نشوف يلا. ها اوكي نايس، يستاهل امانه، مبدع. بعد بابا بابا لا شكله اجانب متفوقين علينا حتى في تيك توك. انا اقول كافي فيديوهاتي، يعني فيديوهات ما هي زينه لهالدرجه زينه. لهنا وصلنا نهايه الفيديو، اتمنى هذا الفيديو يعجبك. ولهني وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى هذا الفيديو عجبكم. فكرة جديدة ما ادري شلون طلعت، حلوة مو حلوة، عادية، يمكن فيها تطورات في المستقبل. قولي تحت في الكومنتات رايكم، شنو الشيء اللي لازم اطوره، شنو الشيء اللي لازم اعدله، عجبكم ما عجبكم الى اخر. ان شاء الله كل التعليقات راح اقراها وراح ارد عليها ونطور من المحتوى. وهم كتبولي تحت شنو اكثر مقطع من فيديوهات تيك توك عجبكم في هذا المقطع. بالنهاية لا تنسوا تشتركون في القناة اذا انتم مشتركين، وتفعلون زر التنبيهات، هذا اهم شيء عشان يوصلكم اول باول اي فيديو انزله، وعطونا لايك على الماشي على قولة ذاك الفيديو. And as always stay positive, use this, move this قصدي and smile. Bye.